السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من سوق سبت 16. اليوم 27/11/2021 غنبداو بالنعجة الوالد. كدير نحسن اخويا والثمن نيات بربعة بربعة نيات وكل وحدة والدة اش وحدة والدة واحد شخربان شحوليات شخربان شحوليات اش عطاهم عندك هذاك العود وراك لاطي عاطينك 1400 درهم اش كتقول انت اخويا 34 ما عطاوش لك المهم الا ما تباعوش ولا شي حاجه تخلي الناس الرقم الهاتف يعاود شي واحد يبغي من المشاهدين ولا شي زين خلي لنا النمره اخويا 06 96 07 70 45 45 عاود وقول لهم السميه الله يحفظك 06 96 07 70 45 اسامه غير هنا من نواحي 16 بالضبط ولا عندنا واحد السليعه كتكون قريبه هنايا قريبه بقى رجعت لك فيها الله يحفظك الله يسخر الله يسخر الشوم الخوت رباعيات سرديات ثنيات باقي صغارات مازال يلا بدا اول ولده هو الله يسخر الله يسهل عليك اخويا اسامه صورة سردية عندك هذاك العود وراك اخي اسامه راني خايف عليك والله يسخر اسامه الله جبتي سير هذو اخوان النعجات ضارات ياك اخويا السن من نعجه اربع سداسيات واربع جابوا الجموع الدرار راك ها هذا على ميلاد هذه راسه لما ولدت اليوم اييه على ميلاد صافي بلا ما على ميلاد اييه فعلا الثمن اش عطاهم اليوم بنا 32 مشاو هادو 1600 درهم مشاو 1600 درهم والله يسخر مولانا الله يجزيك اه الله يسخر شو 1600 درهم باش مشى ولد خروف ولد حوليه حوليه سنه كي داير السن جامع تمام 34 اللي كطلب فيها لا باش خلصتيها عطاو مازال عطاوك شي رباح مازال باقي ما عطاوك 1700 بجده الله يسخر سردية الله يسخر لي والله يسهل لك اود عمي تبيعها بربان ان شاء الله تبارك الله كي دايره في السنه خويا طالع جموع طالع جموع والده خروف ياك خروف زين تبارك الله ثمن كيقول 52 عاطينو 2300 زينة اخوت مليحة والله يسخر الله يسخر هذا اخوان خروف كسابي هنا في 16 عندنا عما سابك عما سابك الله يسامحك ثمان اخويا واش كدير السوق يوم هنا يا 37 1850 درهم كيزك السوق كيزك السوق واش كاين شي بيع وشراء قضية ناقصة السوق مزيان السوق مزيان كاين الثمن كاين الله يسخر 1850 درهم الله يسخر واحد وربعين اصاحبي انا ديت 8 اصاحبي لك في الشارع 41 المرقد ديال منين؟ المرقد من واحد 16
الله يسخر 2050 درهم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسخر يا رشيد بخير صباح العصر دائما كيف نصور الله يسخر عاد نزيد بخير الله يحفظك امور هانيه الحمد لله الله يحفظك باركت الله باركت لا اله الا الله عاد نزيد سنو والثمنو كي داير السوق اليوم الله يجعل البركه مع الغيس وكشي مع عامر السوق مزيان الله يهرس نيتك مع الغيس وداك الشيء قلت لي مع عامر الثمن ديال الخير تبارك 68 هذه عاد اعطينا لك 3400 هو كيقول 2600 اللي تيقول شد لي هذا السن بعدا عاد نشوف احليب احليب سن الحليب ثمنه 62 3100 هذه كطلبها والو ما فيش لا زيرو ديفو لا والو من هنا بارك لا اله الا الله ديفو يدور والله يسخر نجيب هذاك عبد المجيد ولا دول الذبيح هذو اه يعطينا ديال الذبيح هذا في حالي هذا اه في حالي هذا 48 48 ديال الذبيح عياري ايه هذا وهذا والوراني تا هو في حالي 42 هذا في الوراني تا هو عياري تا هو عياري 42 2000 2100 درهم عبد المجيد خلي لهم رقم التليفون اللي بغى شي خروف 06 66 58 58 08 24 24 والله يسخر عبد المجيد الله يجزيك عبد العاطي كي داير السوق اليوم كلشي زين التمن بركه والسوق حاب شويه السوق حاب الشاري قليل شويه شويه قليل عندك اثمنه من الناس شارين اقل ثمن كاين من 40 46 50 52 40 46 حتى ل 50 من 2000 درهم حتى ل 2500 2600 2600 هاد اوز ديال الدريحه ممكن شي واحد الى بحال هنا شحال طيب فيها الحوله فيها اللي غادي نخلط عندك الله يسهل على الدراري الله يسخر سلموا لي على رضوان والله غلا سلام الله ضروري الله يسخر خروفات كسابيات اخويا الثمن الثمن اخويا 13600 13600 برد سعيد صبروا تحيا مرحبا لا مرحبا الله يودي دخل دخل 600 و 13 وشحال قلت لي 600 680 درهم 680 درهم كاين الثمن اليوم كاين ايه دابا كاين الثمن كي داير السوق اليوم في كسان كاين كاين الثمن الله يسهل عليكم تبيعوا ان شاء الله بالرباح انا اخويا بالشتاء الحمد لله مازال خاصنا شويه ان شاء الله كاين كاين باش الوقت قاد ان شاء الله الله يرحم فينا ياك الناس بعدا حرتات كلشي حرتات كلشي زرعنا فارينا كلشي الله يسخر ليكم والله يعاونكم والله يسهل عليكم صدية مليحة شدوا عليه مزيان تبارك الله تفضل حتى الاول عاد باش تبارك الله ما شاء الله كادوات ولا عاد صور بلا مرحبا مرحبا حوليات كسابيات سرديه تمام
30000. هذه 30 عاطينا لك ولا باغيها؟ عاطينا. عاطينو 30. عاطينو 1500. الله يسخر. يلا الخوت تحياتي لكم كبيرة. واللي شاف الفيديو عجبه يخلي واحد لايك، اللي عجبه المحتوى يتابعونا معنا. مرحبا به عم غاني، يحييكم تحياتي الكبيرة من مسوق سطات. الله يسخر الجميع. الكاميرا كتزين؟ الكاميرا كتزين؟ ردوا بالكم كيما سمعتوا، قال لك ولاو يبانوا زوينات. الله يسخر. الله يسهل على مولانا، الله يجيب ليه التيسير. تبارك الله.